حيث يعود الطلاب العراقيون يعودون إلى قاعات الدراسة بعد أيام قليلة، والحال في العراق يثبت أن الواقع التعليمي يعاني الكثير من الإهمال. المباني المدرسية التي يفترض أن تكون بيئة مناسبة لتربية الطفل للأسف تفتقر أدنى مقومات وشروط البيئة الصحية للتعليم، والموجودة في أفقر البلدان العربية للأسف غير موجودة في العراق. الكثير من المباني، أي مباني المدارس، تم تهديمها بذريعة بناء مباني جديدة منذ سنوات دون أن ترى المباني الجديدة النور حتى الآن، ليصبح الحال في بعض المدارس أن يتم الدوام على عدة فترات أو ما يعرف بالمدارس الثلاثية والرباعية نسبة لفترات الدوام. مدارس أخرى تم نصب كرفانات على قطع الأرض أو ما تبقى من المدارس المهدمة لتكون بديلاً عما تم تهديمه. هذه الكرفانات غير الصالحة للتعليم في فصول الصيف اللاهب وفصول الشتاء، وهي تعبير حي عن الانهيار الذي وصل إليه التعليم في العراق. المفارقة أن هذه مدارس الكرفانات لم يعد تأهيلها أو صيانة مرافقها حتى اللحظة، كما تشاهدون في هذه اللقطات. هكذا سيستقبل أبناؤكم في مختلف المحافظات العراقية للأسف العام الدراسي الجديد، قاعات غير مؤثثة بأثاث ينسجم مع الأطفال على براءة سنهم، قاعات للأسف متآكلة متهالكة وأثاث تالف لا قيمة له، ربما يترك أثراً نفسياً من المؤكد، أثراً نفسياً سيئاً في نفوس أبنائنا الطلبة. هكذا هو حال التعليم حالياً للأسف.